عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مرة أخرى. سلام، اليوم عن عمل تجربة الترافيك لايت أو إشارة المرور باستخدام الأردوينو. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن برمجة الأردوينو وعن الخطوات الثلاثة الأساسية في برمجته. اليوم سنقوم بتنفيذ هذه الخطوات باستخدام الترافيك لايت. كما نعلم، الترافيك لايت يتكون من ثلاث ألوان: الأحمر والأصفر والأخضر، ويعمل على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى يشتغل الأحمر ويطفئ الأصفر والأخضر لمدة مثلا 2 ثانية. في المرحلة الثانية يشتغل الأصفر لكن أطفي الأحمر والأخضر لمدة 2 ثانية. في المرحلة الثالثة أشغل الأخضر وأطفي الأحمر والأصفر أيضا لمدة 2 ثانية. كيف نقوم بتنفيذ هذه الخطوات؟ تابعوا معنا. نذهب إلى موقع تينكركاد ونستخرج الأردوينو. راح أستخدم ثلاث لدات: اللد الأول طينون أحمر، اللد الثاني الطينون أصفر يلو، واللد الثالث الطينون أخضر جرين. بعدين راح أستخدم البريد بورد سمول بريد بورد. هسه نجي نربط اللدات على البريد بورد. اولا اللد الاحمر، بعدين راح اربط وراء اللد الاخضر، اللد الاصفر عفوا، بعدين راح اربط اللد الاخضر. كل لد من هذه اللدات ب كاثود وبأنود. طبعا انا راح اسحب الكهرباء من الاردوينو بشكل مباشر، فمن جوا من هنا نسحب الجراوند مثلا وانطيل هذا الجزء السالب لهنا مثلا، وكل لد ياخذ سالب خاص بي. يعني هسه هذا اللد الاول السالب من هنا يشطر سالب، وهذا اللد ايضا من هنا يشطر سالب، وهذا اللد ايضا من هنا يتشطر سالب. طيب، بقى عندي الموجب. محاضرة اليوم راح اربطهم باستخدام طبعا احنا اول شيء نحدد هل هذه البنات انبوت او اوتبوت، وهل هي تربط بالديجيتال او بالانالوج. بما انه احنا اللدات هما حيشتغلون اذا يعتبرون اوتبوت. ثاني خطوة، ماذا أعتبرهم ديجيتال وأنالوج؟ هو لد يا أما يشتغل يا أما يطفى، ما بي رينجات، ما بي تدرجات، ما بي ستبات، إذا يعتبر ديجيتال. الخطوة اللي بعدها إنه أنا أحدد أي بن من البنات راح أستخدمهم. راح أحدد للريد، راح أحدد للريد البن رقم 2 مثلا باليلو، لليلو البن رقم 4 مثلا، وللجرين البن رقم 7 مثلا. بعد ما حددنا هذه المعلومات انه هم راح يكونون اوتبوت، هم الديجيتال وهذه البنات، هسه نجي على الربط. اربط الاحمر اللي هو هذا الموجب مالته اللي هو الانود بالبن رقم 2. أربط الأصفر اللي هو هذا الموجب مالته بالبن رقم 4. هذا الأصفر تلاحظون كيف هو متصل، هذه النودات الخمسة كلها متصلة مع بعضها. هذا الأحمر، وآخر شيء الأخضر بالبن رقم 7. إلى هنا كملنا عملية الربط. هسه نجي إلى خطوة البرمجة. أول ما نفتح الكودات، أنا مخلي لي كود بسيط لتشغيل لد واحد ألغيه. هسه نبدي إحنا نبرمج. الخطوة الأولى راح أعطي أسماء للبنات حتى من أجي أكتبهم خف بعدين أنسى أسمائهم ما أخطأ. فراح أقول له انتجر ريد integer red يساوي
لأنه رقم اثنين انتجار يلو يساوي بين رقم أربعة والانتجر green يساوي بين رقم سبعة. الخطوة اللي بعدها اللي هي void setup اللي هي خطوة ضبط الإعدادات، يعني أحدد المود مال كل بن إذا كان input أو إذا كان output. فراح أقول له void setup بما انه ديجيتال فنستخدم للفانكشن اللي اسمها بن مود، بن الان كابيتال بن مود. شنو البن مود؟ نكتب اول شيء رقم البن، فراح اقول له ريد. شنو المود مال الريد؟ انبوت لو اوتبوت، اوتبوت والاوتبوت لازم تكون كابيتال. طيب نفس الخطوه نكررها اذا كان عندي يلو واذا كان عندي جرين. الخطوة الثانية اليلو، أيضا اليلو يعتبر output والجرين أيضا يعتبر output. تمام، إذا الخطوة الثانية كتبنا بن مود، المود الخاص بكل بن ديجيتال، هذه الفانكشن خاصة بالبنات الديجيتال. ريد هو رقم البن أو اسم البن بكيفكم. شنو المود مال هذا البن؟ input له output، تقول له output. نفس الحال بالنسبة لليلو، نفس الحال بالنسبة للجرين. وآخر شيء نسد القوس بعد ما عندي شغل ثاني. الخطوة اللي بعدها اللي هي void loop، داخل void loop راح نجي نكتب انه شغل الأحمر وطفي الأصفر والأخضر لمدة 2 ثانية. فالتشغيل او اعطاء امر بتشغيل ليد او اعطاء كهرباء ليد او رايت، بالتاكيد ما دام عندي اوتبوت لازم يكون عندي رايت. فراح اقول له ديجيتال رايت، اسم البن وانطي هاي او لو. اسم البن عندي ريد، البن الريد شنو انطي بدل هذا البن؟ ديجيتال رايت، اسم البن انطي هاي معناها واحد معناها كهرباء، عبر له كهرباء، واذا لو معناها زيرو معناها طفي. فراح اقول له هاي شغل لي هذا البن. بعدين اكتب ديجيتال رايت اليلو اطفي، اعطي لو من اطفي، طبعا كلها كابيتال لتر بالنسبه للو. وايضا الجرين نفس الخطوه اطفي. بعدين راح اقول له ديلي انتظر ثانيتين، اذا 2000 ملي سكند. إلى هنا خلصنا الجزء الأول من برمجة الليدات. نشغل الأحمر ديجيتال رايت، رايت يعني كتابة، الكتابة يعني أوتبوت، يعني الأردوينو هو اللي راح يطلع كهرباء لهذا البن، وبالتالي راح يشتغل الليد لين حتى يجي كهرباء للليد من خلال هذا البن. فالأردوينو راح يسمح له أن يطلع كهرباء وبالتالي حيشتغل هذا الليد. الليدات الثانيات اللي هو الليدات الثانيات اللي هما اليلو والجرين راح يطفون. الجزء الثاني راح اطفي الاحمر واطفي الاخضر واشغل الاصفر. اذا نكرر هاي الخطوات لكن فقط اتلاعب بالهاي واللو. هنا انا كان الريد هاي، اسوي الريد هنا لو، والأصفر هو اللي أشغله والأخضر أطفيه. نفس الخطوات نكررها مع الجزء الثالث اللي هو الأخضر، أطفي الأحمر وأطفي الأصفر وأشغل الأخضر لمدة 2 ثانية. أطفي الأحمر وأطفي الأصفر وأشغل الأخضر لمدة 2 ثانية. برنامج جدا بسيط وجدا سهل ولطيف.
النهاية سد القوس قبل ما نشتغل، قبل ما ننفذ البرنامج نحاول نسوي ديباج، يعني نشيك إذا عندنا إيرارات أو أخطاء. ما عندي أي خطأ بهذا الموضوع، إذا أسجل ديباج. هسه نسوي ستارت سيميوليشن، يشتغل الأحمر بعدين يشتغل الأصفر بعدين يشتغل الأخضر، وهكذا يستمر اللوب إلى ما لا نهاية. إلى هنا انتهينا من عمل تجربة الترافيك لايت باستخدام الأردوينو. أرجو أن تكون تجربة ممتعة لكم. نلتقي بكم في أوقات أخرى. إلى اللقاء.